فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري في التاريخ تعليقا والنسائي من حديث عمرو بن الأحمق الخزاعي رضي الله عنه: من أمن، أي أعطى الأمان، من أمن رجلا على دين على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فلتسمع الدنيا، فلتسمع الفاتيكان، فلتسمع أوروبا، فلتسمع أمريكا، فليسمع أولئك الذين يتهمون رسول الله بأنه ما جاء للبشرية إلا بالعنف والإرهاب والتطرف. فلتسمع الدنيا كلها ماذا قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: والله ما عرفت الأرض أرحم ولا أصدق ولا أوفى ولا أطهر ولا أشرف منه صلى الله عليه وسلم. فمن أعطى رجلا عهدا بالأمان ثم بعد ذلك غادر به فليس هذا من خلق محمد صلى الله عليه وسلم ولا من دين الله تبارك وتعالى. من أمن رجل على دمه فقتله فأنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سنتكلم في هذا اللقاء بإذن رب الأرض والسماوات عن علامات الساعة، ومن علامات الساعة كثرة القتل وانتشار القتل، وحديثنا في هذا الفصل بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه ومدده في علامة خطيرة انتشرت بصورة مروعة. وكلما قرأت واطلعت ورأيت تلك المشاهد التي تخلع القلوب في نشرات الأخبار عبر الفضائيات أو من خلال الإذاعات أو الجرائد أو المجلات، والله الذي لا إله غيره يزداد حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزداد إيماني ويقيني في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من شيء وقع أو سيقع في الكون بين يدي الساعة إلا وأخبر عنه فوقع بمثل ما أخبر عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ولقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن صور القتل البشعة التي نراها الآن في أي نشرة بلا استثناء من نشرات الأخبار، ولا أكون مبالغا إن قلت لا تخلو نشرة أخبار ولا تخلو جريدة سياسية إلا وقد تحدثت عن هذه الجريمة النكراء، عن هذه الدماء التي تسفح والتي تسفك، وعن هذه الأشلاء التي تمزق في كل بقاع الأرض. تدبر معي وأعرني قلبك وكيانك. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال، رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وفي رواية أخرى للإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتطبر هذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، ولكنه صلى الله عليه وسلم يقسم على ماذا؟ يقول: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوما لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وأنا أطلع بعض الحوارات التي أجريت مع بعض الجنود الذين جاءوا من أقصى الأرض، من أمريكا إلى قلب العراق، أو من بريطانيا إلى إيطاليا وأستراليا إلى قلب العراق، أجريت بعض الجرائد، بعض الحوارات مع بعض الجنود: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لا يدري، لا يعرف. ثم هذا الذي يركب طائرة أو دبابة ويبيد، لا أقول بيتا بل مدينة بأكملها، بل دولة بأكملها، يلقي أطنانا هائلة من الأسلحة، بل من الأسلحة المحرمة والمجرمة دوليا. هذا إن كان أولئك يحترمون القوانين الدولية، يلقون بآلاف الأطنان من الأسلحة الفتاكة المحرمة المجرمة التي تفني في التو واللحظة المئات بل الألوف
والتي تبيد المدن والمدارس والمصانع والمزارع، والتي تحول الأجسام البشرية إلى أشلاء وإلى أقوام من اللحوم المتمزقة وإلى بحور من الدماء، حتى صارت الدماء الآن أرخص من التراب. لا يدري هذا القاتل الذي ألقى هذه الحمولة الثقيلة لتبيد هذه الآلاف من البشر، لا يدري لماذا قتل. وهذا المسكين الذي نقل له ولا لا ناقة له ولا جمل، وهذا الشيخ الكبير الذي مزقت أشلاؤه، وهذا الطفل الرضيع الذي نام أحلامه تتفجر جسده بهذه الأطنان من القاذفات والراجمات والصواريخ والطائرات، الذي سمع الرعب ومات قبل أن يموت. حقا مات بالفزع قبل أن يموت، وقبل أن تفارق روحه بدنه، وهو الطفل الصغير الوديع، بل وهو الرضيع الذي لازال في لفائفه. ما ذنبه؟ لماذا قتل؟ هو لا يدري. وهذه المرأة المسكينة لا تحمل سلاحا، وهي تجلس في بيتها بين أولادها، وفجأة ترى أولادها يمزقون أمام عينها وبين يدها، وربما تتمزق أشلاؤها. هي الأخرى لا تدري لماذا قتل أولادها، ولماذا قتل زوجها، ولماذا قتل أبوها، ولماذا قتلت هي. لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. جريمة بشعة تحرق الفؤاد، فما من نشرة من نشرات الأخبار تراها العين إلا وتدمع وتبكي. يراها الإنسان فيتمزق فؤاده ويتفتت كبده على هذه الدماء الرخيصة التي تسفح كل يوم. بل ورب الكعبة لا أبالغ، قل مزق بالآلاف من القتلى للرجال والنساء والأطفال. لماذا هذا الجثث التي تطفو على المياه، التي قطعت رؤوسها وألقيت في الغابات على جوانب الطرقات؟ لماذا هذه الدماء التي خضبت الأرض في سوريا وفي لبنان وفلسطين وأفغانستان والشيشان والصومال وفي السودان ومن قبل في العراق وفي كل مكان؟ لماذا صارت الدماء رخيصة إلى هذا الحد، والذي يدمي القلب أن تسفح الدماء وأن تمزق الأشلاء باسم الديمقراطية وباسم الحرية أو باسم هذه الدعاوى والشعارات الخادعة الكاذبة، بل وباسم الثورات وبأسماء كثيرة؟ لماذا تمزق هذه الدماء والوجود؟ صار الإنسان أحقر شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، بل أيها العالم كله، الدماء لها حرمة. وتمنيت أن لو ترجمت هذه الكلمات لتسمع إليها البشرية كلها على اختلاف معتقداتها ولهجاتها ولغاتها، فدماء أي إنسان لها حرمة، والله جل وعلا هو الذي خالق الإنسان وكرمه وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وأنزل من أجله الكتب وأرسل من أجله الرسل، بل ووضع له شريعة محكمة تضمن له السعادة في الدنيا والآخرة وتضمن له حقه. ومن أعظم هذه الحقوق حق الحياة، ذلكم الحق الذي ليس من حق أي أحد أن ينتهك حرمته أو أن يستبيح ما، لأن الله جل وعلا وحده هو واهب الحياة، ولا ينبغي البتة لأحد من الخلق أن يسلب هذه الحياة بهذه الصورة القائمة الرخيصة الحقيرة. فهذا الحق لله تبارك وتعالى وحده، وفي حدود شريعته التي شرعها لعباده، فهو وحده الذي يعلم من خلق. قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سورة الملك. لا يجوز أن تنتهك الحياة إلا في حدود شريعة الله تبارك وتعالى، وعلى يد ولي الأمر المسلم. وولي الأمر المسلم هنا هو القاضي في المحكمة. ليس الأمر متراكما هكذا لأي أحد ليقتل من شاء في الوقت الذي يشاء، ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا بدعوى أنه يقيم حد الله. لا، الأمر ليس متروكا لأي أحد، فالدماء لها حرمة والحياة لها حرمة. فليسمع أولئك الذين أشعلوا نار الحرب وسفكوا دماء الأبرياء ومزقوا أشلاء الأطفال والنساء، فليسمع هؤلاء وعيد رب العالمين
وعيد رب الأرض والسماء في قوله جل وعلا في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سورة النساء. هناك وعيد في القرآن كله من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس كهذا الوعيد: لا وددت لو صرخت بأعلى صوتي لأسمع قادة العالم الذين يسفكون الدماء. الآن باسم الحرية وباسم الديمقراطية وأصبحت الدماء عند هؤلاء الناس أرخص شيء في الكون وفي الوجود، ثم بعد ذلك يتهم ديننا ويتهم إسلامنا بأنه دين سفك الدماء ودين التطرف والإرهاب، ثم يتهم نبي الرحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه ما جاء إلى البشرية إلا بالعنف وإلا للإرهاب، وما نشر ديننا إلا بحد السيف، إلى آخر هذه الدعاوى الفارغة الباطلة التي يغني بطلانها عن إبطالها ويغني فسادها عن إفسادها. وتزداد المصيبة والكارثة أن تأتي على لسان رجل كان من المفترض كما يقال يكون حمامة، وهو الآخر من حمائم السلام، يتهم رسول السلام صلى الله عليه وسلم بأنه ما جاء للبشرية إلا بالإرهاب وهو نبي الرحمة، فهذا دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا فيقول ربنا جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيدا مرعب في كتاب الله جل وعلا. فماذا قال نبي الرحمة الذي جاء ليضمن وليؤكد للبشرية هذا الحق، حق الحياة، وجاء ليبين حرمة الدماء؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدماء الحرام بغير حله. وفي الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وغيرهما من حديث معاوية رضي الله عنهما، رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا. فقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سورة النساء. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. سورة الفرقان. فهنا جعل الله القتل كبيرة التي تأتي بعدها كبيرة الشرك بالله، ثم قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سورة الفرقان. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي وغيره بسند صحيح: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قتل المؤمن الواحد أعظم عند الله من زوال المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. انظر إلى حرمة الدماء في دين الله وفي دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لكل بني الإنسان، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينس هذا الحق لغير المسلم، بل لم يكن محاربا للمسلمين، ومن لم يكن معلنا للكفر رافعا للسيف عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري في التاريخ تعليقا والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه: من أمن، أي
أي أعطى الأمان، من أمن رجل على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافرا. فلتسمع الدنيا، فلتسمع الفاتيكان، فلتسمع أوروبا، فلتسمع أمريكا، فليسمع أولئك الذين يتهمون رسول الله بأنه ما جاء للبشرية إلا بالعنف والإرهاب والتطرف. فلتسمع الدنيا كلها ماذا قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: والله ما عرفت الأرض أرحم ولا أصدق ولا أوفى ولا أطهر ولا أشرف منه صلى الله عليه وسلم. فمن أعطى رجلا عهدا بالأمان ثم بعد ذلك غادر به فليس هذا من خلق محمد صلى الله عليه وسلم ولا من دين الله تبارك وتعالى. وقد قلت أيها الأفاضل: إن خان غير المسلمون فالمسلمون لا يخونون، وإن غادروا فهم لا يغدرون، فالمسلمون أوفياء أمناء صادقون، لأن لهم دينا يضبط أقوالهم وأفعالهم ومشاعرهم وحبهم وبغضهم وإعطاؤهم ومنعهم وحركتهم وسكينتهم بفضل الله جل وعلا. وأوصي هنا في باب التأصيل العلمي الذي اتفقنا عليه، لأنني أخاطب العقل والقلب معا، فأقول: غير المسلمون ينقسمون إلى أربعة أقسام حتى لا تختلط الأوراق بين يدي إخواننا: كافر محارب اعتدى على المسلمين في أرضهم وفي بلدهم، فهذا يحارب ويدفع بكل سبيل، وهذا ما يعرف عند علماؤنا بجهاد الدفع، وهو فرض عين على أهل هذا المكان الذي داهمه هذا العدو والصائل. وهذا طار اجتمع في كتاب الفقه بفضل الله جل وعلا. 2. وكافر معاهد له عهد لا ينبغي أن تقتله حتى ترد عليه عهده، وكافر معاهد له عهد لا ينبغي أن تقتله حتى ترد عليه عهده. 3. وكافر مستأمن، فمن أظفر لكافرا أمانا لم يجزي قتله بعد ذلك لأجل الكفر، بل لو اعتقد الكافر الحربي أن المسلم أمينا وكلم على ذلك صار مستأمنا، لا يحل لك أن تقتله. 4. وكافر ذمي، لا يجوز أن تقتله ما دام في وقت الذمة. أخي الفاضل، تعال معي وانظر إلى عظمة هذا الدين. لقد ذهبت أم هانئ بنت أبي طالب إلى رسول الله لما ابنته تستتره، قالت: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي، تقصد أخاها علي رضي الله عنه، أنه قاتل رجل قد أجرته، فلان ابن هبيرة، فعلي رضي الله عنه يريد أن يقتله لأنه مشركا، ولا يريد أن يقر عليا لأم هانئ بأمانها الذي أعطته لهذا الرجل. تقول: فقال الوافي الأمين صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، صلى الله على من علم الدنيا حلاوة الوفاء. بل وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل منه فريضة ولا نفلا. هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهل عرفت الدنيا أصدق وأوفى منه؟ لا والله، بل ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم خيانة حتى بنظرة العين. روى أبي داود والنسائي والحاكم وغيرهما بسند صحيح بشواهد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى يوم فتح مكة بعبد الله ابن سعد ابن أبي السرح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، أي قال للصحابة: إذا رأى
رأيتموه معلقا بأسطار الكعبة فاقتلوه، وسأترك لك أنت أن تتصور ماذا صنع هذا الرجل حتى أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ولو كان معلقا في أسطار الكعبة. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يفاجأ بعبد الله ابن سعد يقف أمام عينه وبين يده عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو الحيي الذي كان يستحيي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له بايعه يا رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن سعد أو شحب وجهه عنه، لم ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعرض عنه. فقال عثمان للمرة الثالثة بايعه يا رسول الله، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه. فلما انصرف عبد الله ابن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عنه ببيعته فيقتله؟ قالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هل أو مأت إلينا بعينك، هل أو مأت إلينا بعينك، يعني أعطنا إشارة بعينك لنقتله. فقال الصادق الوفي: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين، هذه حرمة ومكانة الدماء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك في يوم عرفة وهو يقف على جبل عرفات في هذا اليوم المهيب العظيم الجليل الكريم، يقف النبي صلى الله عليه وسلم ليخاطب خطبته العصماء ليبين فيها للصحابة وللبشرية جميعا حرمة الدماء ومكانة الدماء، فيقول كما في رواية جابر بن عبد الله الطويلة في صحيح الإمام مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب. وفي رواية ابن عباس في صحيح البخاري ورواها أبي بكر أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلد الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. من أجل ذلك أيها الأفاضل، كانت الدماء أول شيئا يقضي الله سبحانه وتعالى فيه بين خلقه يوم القيامة. هذه لفتة، لكن كيف ذلك وقد علمنا أن أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة؟ والجواب أنه لا يوجد تعارض بين الحديثين، فالحق يخرج من مشكاة واحدة. فكيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إن أول شيء يقضي فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء، والحديث في الصحيحين
وبين ما رواه أصحاب السنن إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فنقول الصلاة حق الله جل وعلا، والدماء حق العباد، فأول شيء يقضي فيه من حقوق العباد يوم القيامة في الدماء يا الله. إذا دنت الشمس فوق الرؤوس وأتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها جل وعلا. فإن الله سبحانه في هذا اليوم يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. في هذه اللحظات يرى القاتل كل من قتلهم في الدنيا، وربما لا يعرف أعدادهم، يراهم جميعا في هذه الساعة في أرض المحشر. يا رب سلم سلم المحشر بين يدي الملك الحق، وقد اجتمعوا حوله يجرونه جرا ليوقفوه بين يدي ملك الملك. وكل قاتل أراد منك أن تعيش هذا المشهد بقلبك. كم قتل؟ قتل 10، قتل 1000، قتل أمه تأتي كل قتيل قتل قتله يأتي، وأوداجه عروقه رقبته تشخب دما يا الله. 100 حوله، 1000 يحيطون به ويحاصرونه، وقد تعلقوا بالقاتل يسوقونه سوقا ويدفعونه دفعا ليوقفوه بين يدي الملك الحق جل وعلا. وكل قتيل يقول لربه يا رب سل هذا فيما قتلني، وهو لا يدري. وكثير من هؤلاء القتلة لا يدري، وكثير من المقتولون لا يدرون لماذا قتلوا، لماذا قتل هؤلاء، ولماذا قتل هؤلاء. من أجل النفط تسفح الدماء، أو من أجل عصبية بغيضة منتنة تسفح الدماء، وتمزق الأشلاء، وتباد حضارات، وتهدم مدن، وتدمر مصانع وبيوت ومزارع. لماذا يفعل الإنسان بأخيه الإنسان هذه الأفعال الشنيعة؟ لماذا لا يفشي الإنسان السلام بحق؟ لماذا لا يحرص العقلاء في العالم على إفشاء السلام بحق، على أن يعيش الناس في سلام كما أمر رسول السلام محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. أخرجه الترمذي. نعم، كل ديننا سلام، فتحية المؤمن السلام، ولا تخرج من الصلاة إلا بالسلام، ولا تدخل الجنة إلا وتسبقك ملائكة الله بالسلام. قال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. سورة الأحزاب: فاللهم أنزل السلام على أهل الأرض، ثم بعد ذلك يتهم بالإرهاب. رسول الرحمة الذي أرسله الله رحمة للعالمين ليس للمسلمين فحسب، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سورة الأنبياء: فالقتل جريمة من أبشع الجرائم، يقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنه: يجيء المقتول متعلقا بالقاتل وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. ماذا سيكون جوابك أيها القاتل؟ وأنت يا من تسترخص الدماء وأنت يا من تسترخص الدماء وتنطلق لتقتل أي إنسان، أخذ بالثأر الأعمى، الطار يعني الأعمى الذي في صعيد مصر بالذات، احذروا، فأبشع كبيرة وأفظع جريمة ترتكب على وجه الأرض بعد الشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وما هو هذا الحق؟ ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، أي القاتل يقتل ويقام عليه الحد، وولي الأمر هو المسؤول، وإلا لتحول مجتمع المسلمين إلى فوضى.
فليقتل ما شاء في الوقت الذي يشاء، فالدماء لها حرمة كما سبق بيانه. النفس بالنفس، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب لعلكم تتقون، سورة البقرة. الثاني الثيب الزاني، وسأعود إليه إن شاء الله تعالى في علامة من علامات الساعة. والتالت والتارك لدينه المفارق للجماعة، فالإسلام لا يكره أحد على الدخول فيه، لابد من تأصيل هذا، فنحن نبلغ ونبين للناس بحق وحكمة ورحمة وأدب وتواضع. فمن قال بعد البلاغ وبعد الدعوة والبيان لمن أدخل هذا الدين، نقول له كما قال الله: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ونقول كما قال الله جل وعلا: وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ونقول كما قال ربنا جل وعلا: لكم دينكم ولي دين. وذلك بعد الدعوة والبيان. لكن تدبر، إن دخل في دين الله برغبته واختياره وإرادته، فليس من حقه أن يخرج من دين الله في الوقت الذي يشاء ليزلزل قواعد المجتمع المسلم زلزالا. لا، ليس من حقه هذا على الإطلاق، لكن من حقه بعد البلاغ أن يقول أنا سأدخل في هذا الدين أو لن أدخل هذا الدين. أما أن يدخل ويخرج منه في الوقت الذي يشاء، فهذا أمر مرفوض في دين الله جل وعلا. وأتوني بدستور على وجه الأرض يقر هذا لأهله، بل إن من يخرج على دستور دولة من الدول يتهم بالخيانة العظمى، والخيانة العظمى كلنا يعرف جزاءها إنه القتل. فما ظنك بمن يخون دين الله جل وعلا ويخون الله ورسوله؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، سورة الأنفال. فالقتل أيها الأفاضل أبشع جريمة ترتكب على وجه الأرض بعد الشرك بالله. ووددت لو أطلت النفس في الحديث عن هذه الكبيرة التي جعلها المصطفى الصادق علامة من علامات الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وفي الرواية الأخرى التي تقدمت: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وبإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء عن انتشار الزنا، أيضا علامة من علامات الساعة. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب